وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمت بالأمس مع حضراتكم عن الدعاء، وعن أهمية الدعاء، وعن حاجة المسلم إلى ربه سبحانه سبحانه، وأن العبد لا يستغني عن ربه ومولاه، وأنه دائما في حاجة إلى أن يمد الله سبحانه وتعالى يد المعونة والإجابة، وأن الله جل جلاله أمر عباده بأن يدعوه، ومع أمره سبحانه وتعالى بأن ندعوه فإنه وعدنا بالإجابة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله جل جلاله كما أمرنا بالدعاء فإنه وعدنا بالإجابة، وهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى لمن دعا الله جل جلاله، أنه إن دعا الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن الله جل جلاله سيستجيب له، الله سيستجيب له بشرط إن دعا. لذلك كان يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإن وفقت في الدعاء، فإن وفقت للدعاء رزقت الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك كما في الآية: ادعوني أستجب. فلا بد أن يدعو الإنسان كي يظهر افتقاره وذله واحتياجه لربه سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك يعدنا بأنه سيستجيب لنا سبحانه سبحانه. والداعي إذا دعا الله جل جلاله فهو الرابح، فهو الفائز، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، والله جل جلاله كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يستحي الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وفضله، وهو الغني، وهو الغني عنا، إذا رفع العبد يديه إلى الله جل جلاله أن يرد الله هذا العبد خائبا مخذولا. وما من عبد يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى بدعائه إحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يستجيب له، إما أن يجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. شوف بقى، يا إما أن تجاب الدعوة، يا إما أن يصرف عن صاحب الدعاء من السوء بقدر ما دعا، وإما أن يدخرها الله سبحانه وتعالى له في الآخرة، طالما أن الدعاء ليس بدعاء بإثم ولا قطيعة رحم. إذن فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو الفائز، هو الرابح في كل الأحوال، بل إنه هذا الدعاء يجعل العبد قريب من ربه سبحانه وتعالى، يجعل العبد يشعر دائما بأنه فقير، بأنه محتاج دائما إلى الله جل جلاله، وهذا يزيد الإيمان في قلب العبد أنه دائما يشعر أنه في حاجة إلى ربه. بل من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل بيننا وبينه حجاب، ولم يجعل بيننا وبينه واسطة، ولم يجعل بيننا وبينه رسول، بل قال: دعوني أستجب لكم، بل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
فإني قريب أجيب دعوة الداعي. بس إمتى؟ إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قريب منا وليس بعيد عنا، بل إن العبد إذا أراد أن يسأل شخصا أو يقابل ذا منصب أو ذا جاء أو ذا حسب يجد الحجب والأبواب والسكرتارية والمدير، ولابد أن يأخذ معاد، ولابد أن المعاد يكون بوقت معين وفي موعد محدد، وقت المقابلة يكون محدد، وحاجات كثيرة جدا جدا. لكن تعالى لما تحب تدعو الله سبحانه وتعالى قم وتوضأ وصلي وادعي، في أيسر من كده؟ ومع ذلك كثير من الناس والعياذ بالله يعرض عن الله ويتعلق قلبه بغير الله، يتعلق قلبه أحيانا بغير الله في لحظة من لحظات الضعف، يتعلق قلبه بعبد عندما يراه غني عنده أموال كثيرة، عندما يراه من الأثرياء أو من أغنى الأغنياء، أو يراه من أصحاب العقارات والأموال، يقول لك فلان ده مش ممكن هيردني. طب يا أخي أنت تظن في عبد مثلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا تظن الله سبحانه وتعالى خيرا؟ لذلك يقول ربنا جل جلاله كما جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. بس ادعي، ادعي أنت بس وملكش دعوة، أنت عليك الدعاء. وعشان تدعي في أداب للدعاء، في شروط للدعاء، في أوقات تتخيرها صاحب الدعاء ليدعو الله سبحانه وتعالى. من أول هذه الآداب ومن أول هذه الشروط، أولا أن يدعو العبد ربه بإخلاص، أن تدعو الله بإخلاص، أن تدعو الله وأنت موقن بأن الله جل جلاله سيجيب دعوتك. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال الله: فادعوا الله مخلصين، فادعوا الله مخلصين. إذن الداعي لابد أولا أن يخلص لله سبحانه وتعالى في الدعاء، ولا يشرك مع الله غير الله في الدعاء، ويكون على يقين تام مطلق بأن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه ويعلم مكانه ويراه، وأنه سيجيب دعاءه إن ظن هذا العبد بربه ومولاه خيرا. إن ظننت بالله سبحانه وتعالى خيرا فثق تماما بأن الله جل جلاله سيكون عند ظنك، فلتظن بالله سبحانه وتعالى ما تشاء. ولا بد حينما تظن بالله جل جلاله أن تظن بالله خيرا، لأنك تسأل الله الملك الكريم الغني الذي ليس في حاجة لنا، وليس في حاجة إلى دعائنا، وليس في حاجة إلى صلاتنا، بل إننا والله في أمس الحاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لا بد وأن نتقرب إلى الله، بل إن الدعاء يقربنا من الله سبحانه وتعالى. يبقى أول شرط وأدب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يخلص العبد في دعائه لله، أن يكون العبد صادقا في دعوته لله سبحانه وتعالى. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، وحديث جميل جدا جدا، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. في أعظم منزلة من منزلة الشهداء؟ ولكن إذا سأل العبد ربه هذه المنزلة بصدق، بين قوسين كده بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رحمة من الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه يجازينا حتى ولو لم نعمل، ولكن إذا دعونا، إذا نويت في قلبك وفي داخلك أنك حقا وعلم الله ورأى الله منك الصدق والإخلاص له سبحانه وتعالى، فأن الله سبحانه وتعالى سيجيبك ويعطيك على قدر نيتك وعلى قدر ظنك بالله جل جلاله. من آداب الدعاء ألا يعتدي العبد في دعائه، ما يكونش في اعتداء في الدعاء. يعني إيه؟ يعني ما اشترطش على الله جل جلاله في الدعاء، كما كان الرجل يقول: اللهم اسكنني الفردوس الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، بيشترط على الله سبحانه وتعالى.
لا، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ما تشترطش. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولا إيه؟ ولا تعتدوا، إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء أن يعتدي الإنسان، أن يشترط على الله أو يطلب من الله سبحانه وتعالى ما ليس له حق فيه، أو يشترط شرطا معينا على الله جل جلاله. لا يا أخي، من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأنت وأنا وأنت حينما ندعو الله، أن ندعو الله بأدب، وأن ندعو الله بشيء ليس فيه اشتراط على الله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء أن يرفع العبد يديه إلى ربه إذا كان في خارج الصلاة، وإن كان في صلاة فليدعو الله وهو في سجوده. حتى أن رفع اليدين في الدعاء هذا من باب إظهار الافتقار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري أن أبا موسى الأشعري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. يعني كان بيعمل إيه؟ كان رافع إيده كده، ما عشان يشوف بياض إبط الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون النبي رفع إيه؟ إيده هكذا، يعني أيا كان. فسبحان الله، مش يعني مش كده وبس، لا، ده أنا بظهر إلى الله سبحانه وتعالى التضرع والخشوع والخضوع لله واحتياجي وفقري إلى الله، فأنا يمد يدي لله سبحانه وتعالى وأنا أرجوه وأنا أدعوه وأنا أطلب منه أن يجيب لي. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا طاعتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكمل غدا.